الشهباء للسينما تقدم وبكل فخر فيلما من إنتاج الشركة العربية للسينما صباح إخوان. القصة الاجتماعية الكوميدية الرائعة حبيبت الكل. ومن هي يا ترى؟ هل هي سعاد فخري أم أنها وداد جبور؟ لعلها نجمة التلفزيون وفاء طربي، بل إنها الشحرورة الأمورة وحبيبت الكل صباح في أروع أدوارها. طلعي الفساتين من الشنط وعلقيهم في الدولاب. أوان حاضر يا هالي. مش فاش دول متكلفين تقلك. واخدة بالي. الله، عجبك الفساتين اللي مرمطيها كده؟ ايه يحصل لهم ايه؟ ينكوي. انكويت في نار جهنم يا بنت. حبيبتي الكل يتألق فيه نجم الموسم وحبيب الكل معبود الجماهير المطرب فهد بلان، فيقدم أروع أغانيه حتى يأخذ بمجامع قلوبكم وتعيشون معه حتى النهاية. يا قلبي صير لأحبابك، يا قلبي صير صير حبيبتي الكل ستحبون وتصفقون فيه لنجم الفكاهة الأول عبد السلام النابلسي. ما تتحركيش، اثبتي مكانك. وش كده ايدك الفوق؟ لا انا هوريك واضحك الدنيا كلها عليك. يا خبر، لا لا يا فهد، منا منا يا فهد، مش معقوله. انا لا بد مني يا فهد. حبيبتي الكل فيه ستطربون مع صباح في احلى اغانيها. عيونك سحرتني، رموشك أسرتني. يا عيني يا قلبي. حبيبتي الكل يجمع نخبة نجوم الفكاهة والكوميديا في الشرق حسن المليجي والممثل الكبير صباح العمري وفكاه الموسم الضاحك زقزوق البيروتي. نعم، أظن ما وصلش لنا. ما فيش إلا زقزوقيان ابني برقوقيان. يا سلام، تسمح توريني على الرتابك؟ وزعتهم كلهم تحت في الجنينة. يا سلام، طب يلا وريني على الرتابك. وريني أنت عينيك الحلوة. بتقول إيه يا ولد؟ وريني شعرك الذهبي، وريني بقك الجميل، وريني عيوني. خد أي فعلشان كده كنت بتوزعني؟ يا عيني عين، إيه خد. يا زنا بالضبط. كتر خيرك. هو فين؟ حبيبتي الكل فيلم الموسم اخذت المناظر الداخلية في بلاتو الاستوديو العصري بيروت. مدير التصوير روبرت طمبا،
تم الطبع والتحميض بمعامل هامفريز لندن. ألوان إسمان كولر. التوزيع للجمهورية العربية المتحدة الشهباء للسينما بيروت. التوزيع لجميع أنحاء العالم الشركة العربية للسينما صباح إخوان. سيناريو وإخراج رضا ميسر.